بسرعة 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 بسرعة. الحوار ده جديد ولا ايه؟ الحوار ده جديد. قومني يا كلب، قومني يا كلب يا كلب. مفيش لايف؟ فين؟ هو فين؟ مفيش رصاص، مفيش رصاص. ما انا غيرت السلاح اخي. بس يا جماعة قربت اجيبه والله. تعال مهما كان قهوة برضو من ضربة الليزر بالتلازيم. اخس اخس. انا فين انا فين؟ خلاص خلاص خلاص. اخس. وعليكم السلام يا سليمان ابو ظلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بالدعم الكبير العظيم لقناه فرجني والعربي. اهلا بيك يا سليمان. هنجيبه ان شاء الله ده يا جماعه. هو صعب بس هنجيبه. هو يمكن هو مش قد ليفل، بس انا خايف ان انا اسيب المرحله دي واروح اعمل حاجات تانية وفي نفس الوقت ايه انسى ما اعرفش ارجع له تاني مثلا زي التاني. انا مش فاكر كان موجود في اي مرحله اساسا، يعني اللي هو الوحش الالكتروني الاخر. استخبى استخبى استخبى. ايوه ايه ده ايه ده ايه ده؟ بيجوا منين؟ انا عايز اعرف ان الضرب بيجي منين؟ تعال. يا ابن لذينه. عبي بقى عبي بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ معقولة؟ وقعت فين انا؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله. انا قد كنت قبلي بلان حسنا يعني. ماشي. اخس اخس. ما انا مستخبي ورا البتاع عمال يلعب في الارض ويلعب في ويقلب عليا وبتاع. تعالى ما نقف على دي اللي ما بتنزلش.
ايوه اوعى توقع يا اختي. اوعى توقع بقى، اوعى توقع. ممكن طريقة تانية كده صح؟ الحمد لله ما ماتتش، الحمد لله. وقعت في الارض اللي في النص. ايه ده بقى؟ اجري يا بيت، اجري يا بيت. اختي. ماشي برافو عليك يا ابني. امسكي نفسك بقى. لا ده كان فاضل له خلاص يعني. لا كنت عملتها انت خلاص، انت بتعيدها تاني ليه؟ ده اوسخ سلاح عنده. لا لا لا. طب انا شايف ان انا ممكن اسيب المكان ده، هشوف احاول اطور نفسي ولا حاجه، اطور المدفع مثلا شويه ولا مسدس. هنروح للوار 13 كده. تعالى بقى جيت اوفر هير بيتش. انا ما عنديش مانع اقعد طول الليل النهارده عشان اموته، ما عنديش مانع خالص يعني. لا ده بس فرق الدمج عالي يا جماعه. اجري يا ولية معايا صفر كده بس. لا بس فرق الدمج يعني يجي منه يا جماعه. الامل زاد. هو فين؟ ماشي ماشي الامل زاد والله الامل زاد. السلاح اتحسن كتير. احاول ما اخدش دامج، ما هو ده الحل الوحيد، احاول ما اخدش دامج فعلا يعني. يعني انا اول شعاع ليزر كنت بضربه عليه عمل ربع، اكتر ربع اللايف. خلاص بقى خلاص بقى، وانا قربت اموت بس خلاص يعني. استخبى بسرعة، استخبى بسرعة. ايوه كان فاضل له يا جماعه حته قد كده يا جماعه، شفتوا كان فاضل له حته قد كده. بس والله قبلت بلاء حسنا يا جماعه، بلاوت بلاء حسنا. كان فاضل له تفه والله فعلا، حرفيا تفه يعني. يعني بنت لو كانت رمت لعابها عليه كان مات. هي دي لحظة ضعفه، هي دي لحظة ضعفه يا جماعة.
بس دول اتباع واعوانه، فاهمين الكور دي؟ المفروض يا جماعه استغل الفرصه دي، ما اقعدش اجري بس زي البتاع كده، الموضوع اسهل مما يبان. المفروض اديله فيه على طول. تعالى تعالى تعالى، عبي فاضل لي 10، استغلها في حته. لا 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 لا، هو ده اللي بيجيب اجلي، هو ده. هو ده اللي بيجيب اجلي السلاح. كمان واحد كمان واحد. يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى. يا ابن ال I'm happy يا جماعة. I'm very happy.